البرلمان الليبي يصدق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وإيطاليا. طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أكد أن بلاده تنضم إلى الاتفاقية لمواجهة ما وصفه بالطموحات التركية في حوض البحر الأبيض المتوسط والتي تهدد الاستقرار والأمن في بلاده والمنطقة بحسب قوله. نحن كليبيا نأمل أن نكون من ضمن هذه الاتفاقية لترسيم حدودنا مع تلك الدول وقطع الطريق على ما يعرف بالأطماع العثمانية في الحوض المتوسط لمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن في بلادنا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. تركيا اللاعب الأساسي في المعادلة الليبية طالبت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو بلعب دور نشط في التوصل لحل سياسي، وبالوقت الذي نشرت وسائل إعلام خليجية بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل من معاناة الليبيين ويخالف الإجماع الدولي، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار.